على ركلة جزاء من عدمها، او كرة طلعت اوت او اوفسايد او كلام من هذا القبيل. الشكل اللي انتوا بتجرونا ليه بقالكم سنتين هو الاخطر على كرة، مش كرة القدم بس، على المجتمع المصري والشباب المجتمع المصري. معانا الكابتن معانا شطة على مداخلة. التليفون. بالظبط، معانا مداخلة. نستقبل بقى كابتن شطة. نص مصري نص سوداني. طيب الذكر دائما، ومين يقدر يكلمنا عن علاقات مصر والسودان، وقد ايه مصر بتحتوي اللاعبين الاشقاء من اي مكان في الوطن العربي. وكابتن شطة مسيرة رائعة مع جيل ذهبي مع مستر هيدوكوتي. كابتن شطة بنرحب بحضرتك في قناتك وبيتك، بيت النادي الاهلي. ازي حضرتك يا كابتن؟ سعيده ان اول مداخله اعملها معاكم الحقيقه. ده شرف لينا والله يا كابتن، ومتشرفين بحضرتك. وطبعا الاجيال الجديده اللي ما شافتش حضرتك، بنقول لهم ان الكابتن شطه كان قرن شطه في وسط الملعب، وكان عنده حماس كبير جدا، واضاف للنادي الاهلي كثير جدا في جيل هيدوكوت العظيم. اكيد يا كابتن. سعيد جدا الحقيقه، سعيد جدا انكم انتوا عملتوا المداخله دي، عشان على الاقل بمناسبة الهلال والأهلي، وأنا سوداني ومصري وهلالي وأهلي وكله، عشان بس نوضح بس إن المباراة دي مباراة كرة قدم. اللي هيكسب فيها إن شاء الله يقول للخسران هارد لك، والخسران يقول للكسبان جود لك، لأنه دي كرة قدم. أتمنى إن تطلع مباراة تليق بالناديين الكبيرين. النادي الأهلي رايح هناك عشان يوري إنه ده النادي الأهلي نادي القرن، أكثر نادي إحرازا لبطولات في أفريقيا. فاتمنى انه هذه المباراه في الملعب كلها يعني دورها الاساسي انها كره قدم لاستمتاع، لامتاع الجمهور ولاستمتاع اللاعبين برضه ان شاء الله. العصب اللي موجود قبل المباراه ده يعني حاجه طبيعيه بتحصل في كل الدول وفي كل المباريات، لكن نسبه لانه الهلال والاهلي توامه نواه طويله جدا من الخمسينات. اذكر لما سليمان فارس استاد عالي جه ولعب في النادي الاهلي، وكان حقيقه يعني مدرب للنادي الهلال سنوات طويله، ده يوري قد ايه انه هناك في عمق في العلاقات اللي موجوده ديت. واستكملناها بقى بعد كده امين زكي على مصطفى النجر، وبعد كده جه عماد خوجلي، وانا كلنا جينا الحقيقه يعني برضه بنضيف للعلاقات القويه دي. كابتن يعني عمر النور. الو، وكابتن عمر النور يا كابتن. عمر النور كان بيلعب في نادي الاهلي المدني، بس ما كانش في الهلال يعني. انا اتكلمت على ايه؟ الهلال والاهلي جم لعبوا في مصر هنا الاهلي. عمر النور وسمير محمد علي، مش عايز اقول لك كمان، والترسانه كان فيها برضه ايه حمدته، وكان فيها ادم، في ناس كثيره جدا لعبوا في مصر هنا يعني. هي اسماء كبيره جدا على مستوى المنتخبات وكده، وابراهيم كبير كمان، ابراهيم كبير ده كان كابتن منتخب السودان. فيعني بقول لحضرتك يعني دي حاجه عموما احنا نتمنى انه الانفعالات الزايده والحماس الزايد ده يعني ان شاء الله ينقش اول ما الحكم يصفر، والناس بقى تخش بقى ايه تشجع مباراه قويه. يعني نتمنى انها تطلع مباراه تليق بالعلاقات اللي هي العميقه والقويه بين الشعبين المصري والسوداني. مطمئن حضرتك يا كابتن شطه ان المباراه هتخرج في اجواء تليق بتاريخ الفريقين واسم الفريقين وشعبيه الفريقين؟ انا طبعا عايز يعني اللي هقوله دلوقتي انه الشحن المعنوي الزايد ده، برضه الشحن الزايد ده ممكن يضر بالتشجيع، خصوصا الحقيقه جماهير نادي الهلال لازم تعرف كويس قوي ان الحماس الزايد والتشجيع الزايد ممكن يعني يؤثر بالسلب على اللاعبين. فاتمنى انه التشجيع يكون تشجيع مثالي، يشجع اللعبه الحلوه، وبعدين على اللاعبين كذلك انهم اول ما ينزلوا الملعب، انت عارف حمى البدايه دي صعبه جدا في المباريات. احنا كنا بننزل المباريات الاول والحمى بتبقى عاليه جدا بتاعت البدايه ديت، لكن اول ما خلاص الواحد يري وعرق وخلاص بدات الامور تسير كده، الواحد بينسى كل حاجه خلاص، بقى بيركز على انه ينفذ تعليمات المدرب الحاجات دي. لكن انا عندي احساس كويس قوي انه طالما الاستقبال كان بهذه الحفاوه، والسفاره المصريه كانت موجوده بقوه، ورئيس نادي الهلال السيد الكاردينال قال ما يفرقش معانا مين يكسب ومين يخسر، المهم يعني تنتصر العلاقات القويه بين شعبي وادي النيل. ودي كانت كلمه حقيقه انا بشكره عليها، لانها قالها بشكل يعني تصريح مهم من غير اي نوع من التعصب. واكيد بنثمنها يا كابتن، ولكن على المستوى الفني بقى، توقعات كابتن شطه لسير المباراه، وتتوقع مين يحقق نتيجه ايجابيه او يحقق الفوز بكره؟ لا قلت لك النتيجه الايجابيه هي هو مكسب شعبي وادي النيل، دي النتيجه الايجابيه. لكن
النادي الاهلي نادي قوي، نادي عنده لعيبه متميزه، عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، ومش عايز اذكر اسماء يعني. لكن نادي الهلال عنده المره دي طموح كبير جدا، انت عارف برضه اجتاز عقبه النجم الساحلي في تونس، وبرغم انه خسر في السودان لكن برضه حقق مع بلاتين المكسب خارج ارضه، يعني عنده برضه فرقه كويسه يعني حقيقه، يعني مشجعيه انه ايه يعني يخش في دور المجموعات، بس الحظ العاصر انه خلى الهلال والاهلي يتقابلوا مع بعض، ودي حاجه طبعا انفورشنت يعني، كان المفروض ان شاء الله الفريقين دول يتاهلوا، ويا رب يكون في مباراه النجم مع بلاتينم في تونس يعني تحقق للفريقين التاهل، لكن طبعا في صعوبه شديده جدا انه بلاتينم يكسب النجم في تونس، طبعا دي حاجه صعبه، لكن نتمنى انه الحقيقه المباراه تطلع مباراه تليق بالناديين الكبار فيه. لا وصعوبه ايضا ان لقاءات النجم مع الهلال المباشره بتؤهل النجم، فهيبقى صعب جدا، فهو احد الفرق عشان كانت هناك تقريبا 2-0 مش كده؟ 1-0 للهلال في تونس و 2-1 للنجم هنا، فاللقاءات المباشره النجم مسجل هدفين في السودان. يعني نتمنى انه يصعدوا حتى لو باي طريقه يعني. هي امنيات وتمنيات حتى لو ما اتحققتش، يكفي مشاعر حضرتك الطيبه، ولكن حضرتك بخبراتك الكبيره جدا مريت بمواقف كان فيها ضغوط، عشان كده هطلب من حضرتك رسالة للاعبي الأهلي حتى على المستوى النفسي في التعامل مع المباراة والأجواء إن شاء الله بإذن الله في السودان بكرة. أنا طبعا وجود الخطيب الكابتن محمود معاهم دي حاجة يعني بتوري قد إيه إنه اللعيبة عندهم دلوقتي اطمئنان على إنه النادي الأهلي وجماهيره ورئاسته إدارته كلهم موجودين هناك. رسالتي طبعا هم لعيبة كبار يعني عندهم خبرات كبيرة، أول حاجة يمتص الجماهير بإنك أنت يعني حاول قد ما تقدر ما تخسرش الكورة بشكل يعني في رعونه، دايما تمسك بانك تخلي البوزيشن بتاعك كلامك الكوره استحواذك عليها يكون بشكل جيد عشان ما تفقدش الحاجات اللي هي ممكن تؤثر عليك جماهيريا. الجمهور هيكون بيهلل لاي لعبه من 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 لعيبه نادي الهلال، وهتلاقي بقى الجماهير يعني سريعه الاحساس بانها هي عايزه ترفع من الروح القتاليه الهلال، لكن انت خليك دايما يا لعيبه النادي الاهلي ما تخسرش كور طويله، ما تلعبش كور طويله في الاول، خليك دايما حريص على انك تلعب كره قدم نقل مباشر، هتلاقي في التحامات قويه جدا، هتلاقي في حماس زايد جدا من اللاعبين، يمتصوا برضو بكرات طويله مش طويله بقى في منتصف ملعب الهلال، لا كرات طويله تمريرات طويله يعني التمريرات القصيره تفاداها لانها هتخلق ضغط، هتخلق بقى كرة مقطوعة استلام خاطئ من اللاعب، فبالتالي خلي دايما التمريرات ما تبقاش عرضية، تبقى دياجونال، تبقى طولية، تبقى قطرية، بحيث انك انت ما تفقدش الكرة بسهولة، ما تبقاش في اماكن ضيقة، العبها بشكل كويس، حارس المرمى برضه ما يحاولش يعني يرمي كرات طويلة في نص ملعب الفريق الثاني الا في حالات خاصة جدا يقدر من خلالها يستغل الهجوم اللي هيعمله نادي الهلال، نادي الهلال لازم يلعب مهاجم. أكيد لازم يلعب مهاجم، فبالتالي أنت خليك حريص، عندنا لعيبة كويسة جدا بتستطيع أنها تبني هجمات من وسط الملعب بحيث أنها تعمل كاونتر أتاكس، تخلي الفريق برضه خطير عليهم، بحيث أنه أنا طبعا المدرب بتاع الهلال السوداني اللي هو الأستاذ كابتن فاتح النجر ده كان زميلي في فترة من الفترات لما لعبت في السودان، وكان من جيلي يعني، فبالتالي هو شخصية يعني خبرات كبيرة جدا في المجال التدريبي وكده، فأتمنى ان هم يعني يعرفوا ان النادي الهلال هيلعب بطريقه بخطه محكمه، فاتمنى ان يكون هناك نوع من الفكر اللي من خلاله يستطيعوا انه يعرفوا نقاط الضعف، وهم اوريدي يعرفوها طبعا من خلال المباريات اللي شاهدوها للفريق، فاتمنى انه زي ما قلت كده يحافظوا على الكوره قد ما يقدروا في الاول، يمتصوا الجماهير، بعد كده يبدا ايه ينطلق زي ما هو عاوز. نصائح من ذهب يا كابتن شطه، ان شاء الله باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه بكره، ولكن الاهم ان تبقى العلاقات دي بين الشعوب ممتده ومشاعر الود تفضل موجوده. بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا، كنا سعداء جدا يا كابتن. شكرا لحضرتك، وكان كلام مهم جدا ونصائح بخبرات، عيشنا الاجواء وكلمنا فيما يخص الهلال وفيما يخص الاهلي، وده شيء صعب.